خلاصة هذا الطراد يلقب بصائد حاملات الطائرات ويحمل أيضا صواريخ الفولكان. أستاذ محمد سالم، الروس يحاولون نفي تعرض الطراد للغرق رغم تأكيد أوكرانيا ذلك. المعلومات اللافتة كشفها وزير الدفاع الليتواني أستاذ محمد عن تدخل سفينة تركية لإنقاذ 54 شخصا كانوا على متن هذا الطراد، والوزير وزير الدفاع الليتواني أعلن أن تركيا ورومانيا أعلنتا غرق الطراد بالكامل. ما الذي تمثله هذه المعلومات، تدخل سفينة تركية لإنقاذ بعض من كان على متن الطراد الروسي موسكوفا؟ لأنه أنا آخر ما يعني قرأت التقارير أنه هو أصيب، وهن الدعوة مثل تفضلت الدعوة هناك انفجار للذخيرة على متنه ولكن لم يغرق تماما. لكن إذا كان بالفعل هناك غرق للطراد، فأعتقد أنه هذا الموضوع يعني ليس بفعل أوكراني بحت، أو يعني أوكراني بدون دعم أمريكي واضح ودعم بريطاني واضح ودعم عالي التقنية، دعم استخباري تقصد أستاذ محمد؟ استخباراتي وحتى دعم تقني. نحن لا نعلم بالضبط ما هي الأسلحة التي تصل للأوكران، يعني هناك تقارير تتحدث عن صواريخ أنواع عديدة، الجافلين وغيرها، ولكن هناك أيضا ربما صواريخ يعني حديثة تم إعطائها للأوكرانيين بسرعة، أو استخدام تقنيات أحدث. يعني إذا كان هناك إغراق له بالفعل، فلا أعتقد أنه يعني هو بفعل أوكراني لوحده بدون دعم غربي، سواء كان استخباراتي ولا حتى تقني، لأنه الدعم التقني أيضا حقيقة. أستاذ محمد، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة أوديسا الأوكرانية أعلن أن الطراد استهدف بصاروخين مضادين للسفن من طراز نبتون. لا علم لي بال يعني ربما سيادة العميد معنا، أو يعني لأنه الموضوع العسكري لا علم لي هنا بالموضوع. لا، لأنك تساءلت عن نوع السلاح الذي يمكن أن يكون قد استخدم. الأوكراني أعلن نوعية الصاروخ. نعم، ربما ما عندي علم هو هذا الصاروخ هل هو يعني من أي صناعة أو من أي دولة. وأيضا هناك نقطة أنه لا يعني لا يمكن دائما الاعتماد فقط على الإعلان، تعرف أنت دائما ما يعلن في كثير من الأحيان، يعني على سبيل المثال ما تعلنه الدفاع الأوكرانية من أعداد القتلى الروس ربما يكون مبالغ فيه، وفي نفس الوقت ما يعلن من قبل الروس أيضا هو مبالغ فيه من ناحية التقليل، وعم تأتي الأرقام الغربية نوعا ما بتكون وسط بين الطرفين إلى حد ما. لكن هو بالتأكيد يعني هناك دعم واضح، هناك استثمار غربي في محاولة إغراق روسيا. هذا هو أعتقد اللي يعني يمكن استنتاجه وملاحظته، أنه يحاول الغربيون، وزيارة كانت يعني زيارة رئيس الوزراء البريطاني لكييف رسالة واضحة، وهو عكس الموقف في سوريا تماما. يعني الموقف في سوريا، موقف الغرب في سوريا كان عمليا هو نوع من التوافق مع الروس وإعطائهم الضوء الأخضر، مضايقات خفيفة جدا لهم. لكن في أوكرانيا الموضوع مختلف تماما، يحاولوا أن يجعلوا أوكرانيا بالفعل نوع من المستنقع الذي يغرق فيه الروس ويستنزفون فيه، يستنزفون فيه من الناحية العسكرية، من الناحية البشرية. الإشكال أنه اليوم بوتين واقع في ورطة، لأنه لم يعلن أنها حرب ولم يقم بتعبئة وطنية، ما زال يعلنون أنها عملية عسكرية خاصة، في حين أنه التعبئة عند الأوكرانيين هي تعبئة عامة، لأنه هم في مرحلة دفاع، وأيضا تتدفق عليهم الأسلحة الأوروبية والغربية والدعم الأمريكي، في حين أنه هناك إشكاليات في الإمداد وإشكاليات في التعبئة البشرية. وكما ذكر يعني أيضا نضيف موضوع المعنويات، معنويات البشرية، معنويات الموارد البشرية أو الجيش، معنويات متعبة. وهناك تقارير تتحدث أنه جزء كبير أصلا من الجيش الروسي ومجند إجباريا بنسبة حوالي 25% وغير مدرب بشكل كافي، ويتم زج به في المعارك دون تغطية جوية كافية ودون تغطية دون يعني تمهيد كافي، وبالتالي تحصل خسائر كبيرة كما هو حاصل حاليا. فبالتالي
اضطروا عمليا ليغيروا من وجهتهم باتجاه كييف، ويحاولوا الآن أن يسيطروا على ماريوبول اللي هي ربما مدينة مفصلية الآن ومحاصرة بشكل كبير من الروس، واحتمال أنه بالتالي الروس يسقطوها، وإذا أسقطوها سيحاولوا أن يعلنوا أنه انتصروا نصر، يعني نوعا ما أنه يحتفلوا في هذا الموضوع قبل 9 مايو، قبل 9 الشهر الخامس، لأنه هو سيكون ذكرى يعني صمود روسيا في الحرب العالمية الثانية، وعادة ما تقام بها احتفالات في روسيا، فيحاول أن يسقطوا ماريوبول. طبعا أهمية المدينة هنا أنها تربط بين لا سأتي إلى